بسم الله الرحمن الرحيم اعتبارنا اليوم نحن على اعتاب تاريخ 25 من نيسان نتوجه بأسمى التبريكات إلى البشرية جمعاء في كافة أصقاع الكون ومنتمنى أن يعم الأمن والسلام والأمان والاطمئنان على البشرية جمعاء بدنا نحاول نلقي الضوء على رسالة النبي شعيب صلى الله عليه اللي هو ولد في قوم مدين على شاطئ الحجاز والقوم اللي ولد عندهم في حينه كانت عندهم عادات سيئة اللي هي بيبيعوا بالمكيال الصغير وبيشتروا بالمكيال الكبير قال لهم يا قوم هل أنا رسول الله إليكم قالوا له الرسول بيعمل معجزة أرنا معجزة اللي نصدق رسالتك إجا النبي شعيب صلى الله عليه لحد الأصنام وخاطب الأصنام وقال لها أيتها الأصنام من خالق هذا الكون العظيم ومن أنا فنطقت الأصنام الحجرية والخشبية قائلة خالقنا أو الخالق هو الله سبحانه وتعالى وأنت نبي الله شعيب المرسل إلينا التقى النبي شعيب عليه الصلاة والسلام بالنبي موسى أمده وأعطاه العصا ولما عاد بها إلى البحر ضرب البحر فانفلق البحر وخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون وعاد بهم إلى أرض الميعاد ثم أن النبي شعيب علمه كيفية إدارة المجتمع مش من فراغ أطلق على النبي شعيب أطلق أبو القانون وصل النبي شعيب إلى هذه البلاد وعاش بقية عمره فيها حتى توفي ودفن في منطقة حطين وبمرور الزمن انتصر صلاح الدين الأيوبي الذي نظر نذره قال إذا بنتصر في المعارك بدي ابني المقام وكانت البداية في بناء المقام الأولي بعقود الحجر القديمة اللي بعدها موجودة حتى الآن هذا كان قبل ما يقرب من 900 عام وفي الفترة اللاحقة قام الشيخ مهنا طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في حينه وهو الشيخ الجليل القدر والمقدار توجه إلى أبناء الطائفة في أكثر من دولة وجاب التبرعات وبني المقام في الفترة الأولى وتمت أول زيارة في العام 1884 وبدأ المقام يتطور بمرور الزمن حتى كان في وقت سيدنا الشيخ أبي يوسف أمين طريف طيب له ثراء بني المقام بصورة أفضل وبصورة أحسن وفي زمن فضيلة شيخنا الشيخ أبي حسن موفق طريف تم توسعة المقام والقاعات والغرف والساحات حتى يصبح المقام أكبر مركز لأبناء التوحيد في العالم أجمع والمقام يتطور من حالة إلى حالة أفضل منها ونحن نقول إنه الزيارة التي تقام بالخامس والعشرين من نيسان عادة بيجوا الشيوخ إلى المقام المقدس بيقوموا بالشعائر الدينية بيبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى إنه يحل الأمن والسلام في كافة أرجاء المعمورة وبالتالي فإن الزيارة باتت عرف سنوي متبع لكن في سبب الجائحة اللي أصابتنا في السنة الماضية الكورونا اللي أحلت في العالم حلت على العالم أجمع أتوقفت الزيارة نتمنى إنه هذا الوباء يزول وأن تعود الزيارة إلى ما كانت عليه سابقا وكل عام والجميع بألف خير بلش أترجم طيب مرحبا للجميع عم بحكي عن مقام نبي شعيب so it's speaking about hello to everybody but the shrine of the prophet Shuaib so in short the prophecy of Shuaib as a leader it started at the also right around the time of Moses it says in the video And it says that it started by him proving himself in a miracle, asking the idols, the mute idols, to profess that he is prophet and that God is Almighty. And that's what happened according to what's being said. And that's when they believed that he was a true prophet when he did this miracle. And he lived
in Hattin, which is a village today between Nazareth and Tiberias. And he gave the rod to Moses when he met with Prophet Moses. And that's when Moses was able to bring the people of Israel back to the promised land and split the sea. And he taught them how to administer, or the administration of societies or management of people in general. And he was called the father of law. Salah al-Din, or Ayyubi, or Ayyubites, if you've heard of him, when he came here, he had, of course, wars with the crusaders. And he promised if he won, he would create or build a shrine for Shuaib, the prophet. And that's what happened in Hattin, which is the village we mentioned. He, Salah al-Din, he won against the crusaders and he built the first shrine around 900 years ago. Today, the first shrine, this shrine was revived in the 19th century. And today, this shrine is the biggest shrine in the world for the Druze that has a yearly visitors to it. I'm really shortening what's being said. And because of the corona, it was prevented for people to visit it. But in short, we hope and they pray that safety and peace will be brought back and everybody would be visiting back. And this shrine's mission is to pray for peace and safety, security for the whole world. Thank you. Chris, can you put Khaled? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الداعي لكم بالخير الدكتور خالد جابر أبو راس، وأنا من سكان قرية عيلوط ومن تلاميذ الشيخ عبد السلام مناصرة شيخ عموم طريقة السلام القادرية. يسرني ويسعدني أن أوجه أحر التهاني والتبريكات إلى الإخوة في الطائفة المعروفية بمناسبة الذكرى السنوية لزيارة مقام سيدنا شعيب عليه السلام في قرية حطين. فكل عام وأنتم ونحن معكم والعالم أجمع في صحة تامة وعافية موفورة وسعادة كبيرة. كل عام وأنتم تتقدمون من رقي إلى رقي. كل عام وأنتم تعيشون في حالة ارتقاء روحاني كبير. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والمسرات، وكل عام وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, very shortly, Dr. Khaled is introducing himself and he's saying he's a student of Sheikh Ghassan Manasra and he is celebrating and wishing blessings for the Druze and for the memorial and commemoration of the Prophet Shuaib. And in short, he's wishing beautiful words of peace and spiritual promotion over promotion each and every year. And he's wishing that everybody would be blessed with the peace of God. That's very shortly. Anat. Hello, my name is Anat Levor. I'm a peacemaker from Israel and I want to bless all my brothers and sisters, the Druzim, for your holiday. Prophet Jethro, Shuayb, enjoy your holiday and God will bless you. Inshallah. بدي أبارك لكل الدروز في هذا العيد وأبارككم فيه وبتمنى لكم سنة طيبة فيه. Thank you very much for all of the speakers here for the introducing Nabi Shuaib, the Prophet Jethro, and also for Sheikh Dr. Khalid Abu Ras and for Anat Levor. For all these great people. First of all, we are
coming here to wishing lots of blessings and peace and love and connection with the Druze community in Israel, in northern Israel, especially with the holiday of Jethro, the Prophet Jethro. It's a very special holiday. I have a great experience to go and to visit and to celebrate with the Druze at this time, since the 24th, 25th until the 29th. And it's our pleasure to have all of the speakers today, or the people with us, with Sheikh Mowafaq Tarif, the head of the Druze community. Malcolm. أنا بدي أرحب بالكل وأعيد معكم بهذا الاحتفال السنوي اللي كنا نكون فيه مع بعض ومع الدروز. رحب بالذات برئيس الدروز معنا الشيخ موفق. صحيح حكيته طريف. نعم موفق طريف. أهلا وسهلا. شكرا. In the beginning, before we will begin, I will be happy to invite David Liss, the chairman of the American board here, to give some words and to bless the people and to welcome the people of this event and this great meeting. David, please. بس أرحب بديفيد ليس اللي هو المؤسس ليعطينا كلمات بالبداية. First of all, greetings to everyone here. Thank you for joining us. أول شيء تحياتي للكل. The theme, the essence of the Abrahamic reunion is to activate religion as a force to bring peace. أساس منظمتنا هي تفعيل العقيدة أو الدين لإحضار وجلب السلام. Today we're so fortunate to celebrate the wisdom and the depth and the prophethood of Nabi Shuaib, Prophet Jethro. احنا اليوم كثير محظوظين انه نحتفل مع بعض بحكمه النبوه النبي شعيب. You know, the prophet Jethro was not just the one who guided Moses, it was his father-in-law who guided Moses to set up the laws for the people of Israel. هو مش بس بالاحرى هو كان حماه لنبي موسى اللي قاده في القوانين أو الشريعة اللي قدمها لشعب إسرائيل. In the tradition, he was also the spiritual guide, the murshid, the wisdom giver to the prophet Moses. هو كمان كان مرشد الروحي للنبي موسى بحسب التقليد. And his essence came through as blessing to the prophet Moses, who confirmed the unity of God, the oneness of God. فأساساته أو تأسيسه أجا كشيء مهم جدا بين خلال النبي موسى إنه ركز على وحدانية الله. And you know that at that time, the prophet Jethro was a Midianite, Moses was a Jew, and yet they together gave great wisdom to not only their people but to the world. وبهذاك الوقت النبي شعيب كان من المديانيين بعكس النبي موسى لأنه كان من شعب آخر لكن هذا جاب نوع من الغنى. So we and I certainly honor our deep connection with the Druze people. أنا بشرفني إنه أقدر علاقتي الطيبة والشديدة بالشعب الدرزي. We honor our connection to Sheikh Mowafaq Tarif and thank him for being here today in the midst of the holiday. ومن نكرم مجيء معنا الشيخ موفق طريف بوسط العطل ورمضان يعني. And finally, in the last 15 years of the Abrahamic reunion, there have been some difficult moments, and always the Druzim have stepped forward to support us, guide us, and give us wisdom. وبآخر 15 سنة من كل التحديات لأن الدروز من أول ناس كانوا يوقفوا معنا ويرشدونا يدعمونا في أوقات صعبة.
And lastly, they, from my experience, were always the best hosts in the whole world. هم برأيي أفضل ناس مرحبين مضيافين في العالم. So thank you. شكرا. Thank you, David. It's very important words and very, spiritual words for the connection between all of us and you and the Druze community. Malcolm. هذه كلمات كثير رائعة روحية مميزة لنا وللدروز أيضا. I want to continue from there that to say that the Druze, they are a very great community living next to us and with us in the north, in northern Israel. The Druze are a مجموعة ومجتمع كتير رائع عايش معنا بشمال إسرائيل. We are as one family. إحنا كعائلة واحدة. We will continue to be together, to work together, and to create peace and spread peace to all the world together. Here I will not speak a lot, but it's very important to introduce the head and the Sheikh Mowafaq Tarif, the head of the Druze community in all the world. أنا هون مش هحكي كثير بس بدي أرحب برأس المجتمع أو الجالية الدرزية في كل عالم الشيخ طريف موفق طريف. شيخ طريفي is a very unique and very special and very deep person. هو شخص كثير مميز وعميق جدا. I can say he's a philosophical person. وبقدر أقول إنه هو رجل فلسفي. I met him long ago and we know one another since many years ago. And it's my honor to be in connection and his friend. Not me as Ghassan, me as Abrahamic reunion. مش أنا كغسان, أنا كمنظمة أو مؤسسة Abrahamic reunion. Here I will invite Sheikh Mowafaq Tarif to give his words to all these people all around the world. فأنا أدعو الشيخ موفق طريف إنه يحكي معنا ويحكي لكل العالم. تفضل شيخ موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا In the name of God, the most merciful. نطلب منك شيخي بعد إذنك رجاء بس إذا جملة جملة عشان أترجم كل كلامك الرائع أرجوك يكون بطيء. أنا بالعكس مع الشيخ غسان بترجم إشي أصغر عشان هيك بخليه يحكي أكثر. ومعك إذا بتحكي شوي أصغر عشان أترجم كل شيء بعد إذنك. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. Thanks be to God and the prayers and the peace of over all the prophets of God. إخواني الكرام في من كل مكان السلام عليكم سلام رضا ومحبة ورحمة من الله وبركاته. My brothers and sisters everywhere may peace be upon you from God, the Almighty. أخاطبكم اليوم من بلاد الطهارة والقداسة من الأرض التي ضاع صيتها بتنوع سكانها. I speak to you from the land of purity, the land of multiplicity of all people who live together with multiple backgrounds. وأظهرت باختلاف طوائفها وأديانها. And it is shown in its multiplicity and multiple dimensionality of its religious variety. إذ كان لكل واحد من سكانها صوت ولغة وكتاب. For each one of its people and citizen has a book, has a language, has a history. لتجمعهم رغم كل الفوارق نفس الرسالة والانتماء. And still, what unites them is the same message despite their very differences. أخوة في عبادة الله القادر الصمد. Brothers in the worship of God Almighty, the Creator. وأبناء للإنسانية الجامعة رغم اختلاف المعتقد. The sons of the divine power despite the different belief system. في بلادنا يعيش أبناء الطوائف المختلفة تحت رؤية ديمقراطية التي تضمن لكل فرد حرية العبادة والدين.
In our country, people live in democracy with different beliefs that guarantees them the freedom of worship of whatever they choose to believe. ومما لابد أن نذكره هو ما يميز بلادنا المقدسة من الدور المركزي الفعال لرجالات الدين والرئاسات الروحية من كل الطوائف. What makes our country unique is the role of the religious leader. التي أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الوحدة والتآخي والأمان. That took on its shoulders to keep the responsibility of unity and bringing people together. وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع عبر إقامة فعاليات شعبية مشتركة. And bringing people together through also unifying activities. والمبادرة إلى لقاءات جماهيرية متنوعة الأديان نسعى من خلالها كرجال دين إلى التعارف والتقارب والتركيز على الجامع والمشترك. An initiative that bring people from different religious backgrounds together to get to know each other deeper. وذلك لنتعرف ونتعارف ونتقبل اختلافاتنا ونتقارب عملا بقول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. And thus to get to know each other and understand who we are despite our differences, as God says in the Quran, that we created you with differences that you may know each other or relate to each other. خلال هذه الأيام الفضيلة أيام شهر رمضان الكريم تحتفل الطائفة الدرزية بحلول زيارة مقام سيدنا شعيب عليه السلام. During those beautiful holy days of Ramadan, we celebrate the commemoration of the Prophet Shuaib, or I'm not sure I said, I'm saying the word in English, so help me, anyone with a word of English for the Prophet's name. But yeah, for the Druze, that's what we celebrate. Jethro. Jethro? Yeah, Jethro. Jethro. والتي تطل علينا لتذكرنا بالرسالة خطيب الأنبياء ومعلمهم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. And this reminds us of Jethro's prophet power to even enlighten and guide previous prophets. مجتمعين في رحاب مقامه الشريف قرب حطين حيث يلتقي المشايخ ورجال الدين على الصلوات وأداء العبادات. Gathering in his shrine in Hattin area in the village where religious leaders are coming all together. مبتهلين إلى الله تعالى أن يعم الأمن والأمان فوق ربوعنا المقدسة وفي كل بقاع الأرض. Asking God and crying out to Him to have peace and safety and security all over this planet Earth. في مثل هذه الزيارة المباركة نتوقف أمام سيرة هذا النبي العظيم مستذكرين دوره التاريخي المشهود في الدعوة إلى الحق والصدق والعدل. In such a time, we remember this prophet's wisdom about bringing about justice, truth in this time. ودعوته لإبناء شعبه ونهاهم عن الغش والخداع. And his invitation to stop evil and to stop doing wrongs. وأخذهم باللطف واللين والموعظة الحسنة لبناء مجتمع صالح. And he brought them through kindness and grace to bring and build a new healthy community. يحترم الإنسان ويرعى حقوقه في شتى المجالات. That respects humans and its rights in all its layers. بالإضافة إلى ما وردنا من تعليمه للنبي الله موسى عليه السلام الذي تعلم عن شعيب كيفية العدل والحكم بين الناس ممثلا بذلك أحد أوائل دعاة الديمقراطية في التاريخ الإنساني. And knowing that he taught actually Prophet Moses how to administer or bring administration of people, which has been the first democratic kind of system or the first civilized system of law in the world. على نور هذا النهج الميمون استمرت الطائفة الدرزية بإحياء تراث النبي شعيب عليه السلام إذ صارت هذه الزيارة نهجا وتراثا متوارثا لم يقتصر على اجتماع أبناء الطائفة فحسب بل صار منبرا للقاء الأخوة رجال الدين والمجتمع من جميع الطوائف والأديان.
And so this commemoration that we do that brought Druze together, but not only Druze today, actually all type of religious, different leaders of different, all types of sects. طبعاً يهوداً وإسلاماً ومسيحيين الذين اعتادوا زيارة المقام الشريف لتهنئة إخوانهم أبناء الطائفة ومشاركتهم بهجة هذا اللقاء الجليل. Of course, Jews, Muslims, and Christians who visit the shrine and commemorate and celebrate with the Druze together. من هنا من مع هذا الشهر الذي جاء ليذكرنا بتقارب وتنوع أعياده برسالة المحبة نبتهل إلى الله عز وجل أن يقدرنا على الاستمرار في حمل الأمانة للسعي بالمجتمعات في كل مكان إلى التقارب والتفاهم والنظر إلى الاختلاف بعين التفاهم والتقبل. And with this holy month that brings us the message of love of God to remind us that we need to get people together and get closer to each other. فكلنا أيها الإخوة في النهاية أبناء آدم وكلنا نستحق الحياة. After all, we're all sons of Adam, we all deserve life. أنتهزها فرصة لأهنئ الجميع بفترة الأعياد السعيدة أن يعيدها الله على الجميع ورايات السلام تخفق عاليا فوق ربوع شرقنا الحبيب. And I use this opportunity to celebrate with you all, and we wish for peace over our lands and everywhere, that the flags of peace would be everywhere. طبعا نشكر الأخ غسان مناصر على هذه اللفتة الكريمة ولكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن تعود هذه المناسبات على الجميع بالخير واليمن والبركات. And I thank Brother Ghassan for bringing us here, giving us the opportunity. Thank you for your listening ears, and we bless you, and may God give you everything that's needed for this year from His blessing. Thank you. Thank you so much, Sheikh Mowafaq Tarif, my dear friend. And I... Shukran lak, Sheikh Mowafaq Tarif. Shukran al tarjim. Allah yakhalik. Na'am batarjimuhu. What I want to say, it's, you know, I ask the people, don't thank me as Ghassan, thank me as Abrahamic reunion, because all of us, we did this together to raise the peace and to show the connection in the Holy Land. Really thank you from the depth of my heart about your words. It's a peace and it's a philosophy and it's teaching to all of us how to get to be together. أنا بشكرك من أجل كلامك لأنه فيه عمق شديد وفلسفة عميقة كيف كنا نحيا مع بعض وبعرف أنك عم تشكرني بس شكر حقيقي هو لكل المؤسسة لأنه كلنا واحد ونصنع هذا الإشي من أجل نكون مع بعض هون. And we thank you so much for your attending with us today. And بشكرك أنك أنت معنا طبعا اليوم حضرت معنا. From Sheikh Mowafaq, I would like to go to invite my dear friend, Rabbi Ranan Malik. He's with us also. And, you know, Ranan Malik is a great peacemaker, and he's also Abrahamic reunion. And I will be happy to hear from him some words about this great holiday of our Druze community in the Holy Land. Please, Ranan. Adnan Malik, Ranan, afwan. Ranan. رعنان مالك يكون معنا تفضل حكى عنك كثير شيء رائع بس سامحني لخبط بالاشي كمان اهلا السلام عليكم رمضان جمله صغيره لايك انجلش سوري يا ذاتس فاين اي كان سبيك ان انجلش ان هيبرو شويه عربي سو It's a great honor to be with you all and I would like to extend blessings of peace to the Druze community in honor of the Prophet Shuaib of Jethro, who it is said in the Torah, in the book of Exodus chapter 18, that he was actually the first to give thanks to Allah, to God, for liberating the Israelites from Egypt, even before Moses, before the Israelites. I wanted to ask you to give maybe shorter sentences so I can translate you better, please. Of course. بدي أعيد على كل دروز وأحكي إنه مضبوط كيف مكتوب بالتوراة عن نبي شعيب هو أول من شكر الله. Please.
And so as one of the first to give thanks to God and have such a prominent place in our religion, وكأول واحد أعطى الشكر لله وكان عنده مكان كتير عظيمة في ديانتنا. We have a great depth of tradition about him in our oral tradition in the Talmud. فعنا تقليد شفوي كتير عميق عنه. We also have an entire portion that we read each week that is called after his name, the portion of Jethro. وعنا تقليد و الشق كثير من نقرأه كل فترة وفترة بس بتحكي عن النبي شعيب. And his portion is one of the most important. It is the one where we receive the Torah. وقسمه هو من أهم الأقسام لأنه هو القسم نستقبل فيه التوراة. And what is not always known is that not only was Jethro a consultant to Moses and the Jewish people, he was also a consultant to nations from all over the world, including Pharaoh. هو المش معروف كمان عنه إنه مش بس كان مستشار أو مرشد للنبي موسى هو كمان مستشار أو مرشد كمان لفرعون. And he was one of the few who took a stand against Pharaoh when Pharaoh made his decrees against the Israelite people. وكان من الأشخاص اللي أخذوا موقف ضد اللي صنع فرعون ضد الشعب اليهودي. And he had to run away from Pharaoh because of it. Pharaoh tried to capture him. وهرب من فرعون لأن فرعون حاول يمسكه. And so we will remember him and his descendants for good for all time. فرح نتذكر ونتذكر أبنائه اللي أجوا منه يعني نسله لكل الأيام. It is said in the Sanhedrin, which was the collective gathering of the Israelite people, that the descendants of Jethro had a very prominent place within. وبيحكوا بالقيادة اليهودية اللي جمعت كل اليهود اللي سنهدرين بسموها إنه نسل نبي شعيب كان نسل كتير مهم وكان عندهم مكان رفيع جدا. And it reminds me today of how the Druze people have a very prominent place within the state of Israel. وذكرنا اليوم كيف الشعب الدرزي عنده مكانة رفيعة جدا في دولة إسرائيل. And so inshallah on this day of your celebration, may you only see peace and prosperity for years to come. Amen. ونتمنى لكم في هذا العيد إنه بس تشوفوا ازدهار والسلام للسنوات القادمة. Amin. Thank you, Ranan. Thank you, Ranan. Shukran jazilan. It was also deep words teaching us about Jethro from the Jewish perspective, as Sheikh Mowafaq taught us about Nabi Shuaib from the Druze. Thank you. And here I would like to invite my dear Khalid, Dr. Khalid Abu Ras, Sheikh Dr. Khalid Abu Ras. He is a very also deep person, and he will give us some words and blessings to the Druze community about Nabi Shuaib. Tafadhal Khalid. Shukran la Ranan la kalamu al-amiq wa la darahhab bi Dr. Khalid illi hu kaman ando kalam jiddan amiq bdi yahki lna fi la al-mujtama' al-Druzi. Tafadhal. رجاء الدكتور أنا كلامك دائما كتير عالي باللغة العربية بحبه جدا بس رجاء يكون قصير عشان أقدر أترجمك لأنه كلامك كتير حلو. أمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. In the name of God, the most merciful and compassionate, may thanks and glory be to Him and prayers and peace be upon all the prophets of Him. من هنا من أرض الجليل من أرض النبوات والديانات يسرني أن أرسل لكم أجمل التحيات والتبريكات. From here the Galilee, from the place and the city of the prophets, I would love to send and communicate the biggest blessings to you. أرسل لكم التحيات والتبريكات بمناسبة هذه المناسبات الطيبة. وأولها وأعظمها طبعا ذكرى السنوية لزيارة سيدنا شعيب عليه السلام في قرية حطير.
And I send all the blessings for all type of celebrations, but particularly for this commemoration of the Prophet Jethro, that is a very important, super important event in particular. وأيضا بمناسبة الأعياد عند المحتفلين بعيد الفصح المجيد الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي. And for those who are, for the Christians who are going with the Eastern calendar, who are celebrating Passover as well. وإننا إذ ننسى فلا ننسى طبعا المسلمين الذين يعيشون في هذه الأيام فرحة الصيام بشهر رمضان المبارك. Of course, we will not forget the Muslims who are very joyful about the fasting season in Ramadan. طبعا هذه المناسبات والأعياد يعني من شأنها أن تترك في كل إنسان الأثر في أن الإنسانية بعد سنة كاملة من العزلة والابتعاد والانقطاع بسبب الكورونا تعود رويدا رويدا لتلتقي على المحبة وعلى وعلى الألفة وعلى الوئام وعلى نشر الكلمة الطيبة. Of course, those events just bring us this hope that was cut off for over a year because of Corona, that we are someday we're getting back together to love and greet and be with each other. والدين الإسلامي يحثنا ويحث المؤمنين على احترام جميع الأنبياء ويذكر قصة سيدنا شعيب في القرآن الكريم الذي Islam demands of us to respect all other religions, and it mentions the story of Prophet Jethro. القصة التي يعني مفادها أن الإنسان عليه أن يكون عادلا. إحدى المغازي، إحدى الدروس، أحد الدروس التي نتعلمها من قصة سيدنا شعيب العدل، وهي من أعظم القيم. The wisdom and the biggest value that we learn about the Prophet is to be just. وطبعا لو توسعنا لما اكتفينا بعشر دقائق ولا بربع ساعة الكلام عن سيدنا شعيب. الإسلام سماه خطيب الأنبياء. If we go longer, we can't get enough of him because he is called the prophet of prophets, the kind of the preacher of prophets. وهذا يدل على الاحترام وعلى التقدير وعلى المكان التي يتمتع فيها هذا النبي العظيم. It shows his prominent value and how special he is and in a very high status to us. ونحن في طريقة السلام القادرية نكن الاحترام والتقدير العميقين لأشقائنا وإخواننا في الطائفة المعروفية. And in our path, which is called المقدورية, we celebrate السلام القادرية. القادرية عفوا شكرا صححت. Al-Qadiriyya, it's called, not Al-Maqduriyya. We celebrate the other sect, which is called Al-Ma'rufiyya. Arabic names for different meanings now. And we just honor for their commemoration today. إننا نجل فيهم الأخلاق العالية والشيم والمثل التي تضلل هذه الطائفة العظيمة والمحترمة. We honor in them those high principles and values that they really carry that makes them so unique as Druze. فبمناسبة ذكرى زيارة سيدنا شعيب عليه السلام أرسل التحيات والتهاني طبعا لفضيلة الرئيس الروحي للطائفة المعروفية الشيخ أبو حسن موفق طريف أدام الله عزه وأطال الله بقاءه. And I send my greetings particularly to Sheikh Mowafaq Tarif in this. He is the spiritual leader and spiritual president or minister to the Druze in this particular time. أسأل الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى عليكم وعلينا وعلى العالم أجمع. وقد تحررنا ونعتقنا جميعا ليس فقط من فيروس الكورونا وإنما من فيروس الكراهية وكل الأخلاق السيئة و عشنا في ظل السلام وظل المحبة والوئام. And I ask God to repeat this commemoration not through any misery that Corona has brought, but rather the complete opposite.
with peace. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And may be peace with you. Thank you very much, dear Dr. Sheikh Khaled. It really was, again, it's a very deep, all of you are deep people here, and you give lots of great feelings and experience and philosophy to all of us. And I, from here, I would like to ask Father Alexei if you would like to say something, you know, short thing about the holiday of Jethro and the Druze community. Please, Father Alexei. Good morning from Los Angeles. Please. I have been in Galilee and to Druze homes many times on my journeys there, and I joined in the celebration of the Prophet Jethro. It's a learning experience for all of us. Nabi Shuaib. Go ahead. It's a learning experience for all of us. I look forward to once again being in Galilee and being in Druze homes, sharing meals and learning from them, as hopefully they learn from us. Peace for everyone. Thank you. Thank you, Father. Shukran. Thank you, Father Alexei. Thanks. Really, it was so great to hear from you and from the all of the religions, they live in the Holy Land. It's again our honor to be with you, Sheikh Mowafaq, and to be with all of the people all around the world, especially the Druze community in the Holy Land. And we will continue our work together. We will not stop. We will be with you and we will ask your wisdom. And we will ask from you to help us to continue this path. Marco? رح نطلب رح نكمل مع بعض دايماً. إحنا كتير نتشرف بكلكم تكونوا معنا. شرفين كتير إنه الشيخ موفق طريف هو أيضاً معنا. رح نكمل نكون مع بعض. شكراً على كل كلمات العميقة اللي انحكى. أخ غسان بس كلمة بسيطة. إحنا بنتأمل بعد إزالة هالجائحة ندعي جميع لزيارة مقام سيدنا شعيب عليه السلام بعد زوال جائحة الكورونا. We ask everybody after the pandemic is over to come and visit the shrine of Jethro's prophet, please, after, of course, the pandemic is over. Inshallah, inshallah. You know, this is an open invitation to all of you. We will be happy to have all of you with us in the Galilee, and to go to visit Nabi Shuaib with Sheikh Mowafaq Tarif and with the Druze community. هذه دعوة مفتوحة لكم كلنا فكتير بشرفنا كلنا نروح عند دروز بعد ما يخلص الجائحة ونزورهم بمقام نبي شعيب. إن شاء الله. As we promise all of the participants here for Ramadan time, we will finish soon. And really, it was a very great meeting. Thank you, Sheikh Mowafaq Tarif. Thank you all for this great meeting. And I would like to thank also Shahabuddin David Les. I would like to thank Akbar, Chris Miller, Beyond the Scene. And I would like to thank also Hermione, Ted, all of our board and the speakers. I would like to thank Sheikh Mowafaq Tarif again from the depth of our heart. Dr. Sheikh Khalid Abu Ras and Rabbi Ranan Malik. Thank you all, and thank you all the participants with us here, and wait for the next meeting with Abrahamic Reunion. We need you. We need your support to Abrahamic Reunion. Continue our work. Look at this great family. Lightning, all of us to light together, and we will be with you. And we'll be للقاءنا الجاي مع بعض احنا محتاجينكم جدا محتاجين دعمكم وننبسط جدا ونكون مع بعض هون فشكرا لكل اللي حكوا Thank you. شكرا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله
if you if you would like to see peace, pace, any word, you can say. Peace. Peace to all. Shlama. Love, peace, togetherness. Shalom, salam. Love, harmony, beauty, and peace. Thank you. Everybody, you're strong, everybody. Yes. Gratitude. To all. Peace to everyone, all around the world, to every person. Shalom, amen. Salam, peace from Italy. Hello, Italy. Together. Ciao dall'Italia. Pace. Freedom. Now it's up to each one of us to make it real. Shalom. To make it real. That's our work. Yes. Shalom. 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 Salam. 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 Shlama. 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 Peace to you. Hi, Ziv. Hi. Beautiful. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.